عليكم حبيباتي، كيفتوما؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير على خير. فيديو جديد في هذه التهدف في العنوان اللي قلت لكم عندي لكم واحد المفاجاه، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. و لي اول مره كتشاهد القناه ديالي مرحبا بك. عندي انا يسرى، كنحط فيديوهات ديال موديلات الرنده، روتينات الاكل، فلوغات. المهم كنتمنى ان هذا الفيديو كذلك توينا الاعجاب ديالكم. هودو دابا كليكوا على زر الاشتراك وخليوا لي جيم وتعليق زوين، وبارطاجيو الفيديو ديالي مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، وكذلك فعلوا زر الجرس باش كيوصلكم اي جديد كنحط لكم. الفيديو اليوم هو واحد المفاجاه، كنت ديجا قلتها لكم في واحد الفيديو اللي قبل من هذا اللي هنأتكم فيه بمناسبه العيد. دابا قولوا لي كيفاش دوزتوا العيد ديالكم، كيفاش كان النهار ديالكم العيد؟ كنتمنى بحال اللي قلت لكم انهم يكونوا بخير وعلى خير. شفتوا العائله ديالكم؟ شفتوا الاحباب ديالكم؟ وكذلك فرحتوا بهذا العيد اللي عندنا حنايا، حنا المغرب المسلمين، عيد الفطر وعيد الاضحى اللي كنحتفلوا بهم. كنتمنى ان يا ربي يدوم علينا بالصحه والسلامه ويحيد علينا هذا الوباء ونعيشوا حياتنا دائما بحال اللي كنا كنعيشوها قبل. بحال قلت لكم غادي ندي لكم واحد المفاجاه اللي كنت خبرتكم بها في واحد الفيديو في رمضان، وكذلك فيديو اللي قبل من هذا كان ديال بحال قلت لكم التهنئه ديال العيد. المفاجاه ديالي هي انني توست. كاملين غادي تفاجئوا كيفاش تزوجتي، لان بزاف الاصدقاء والاحباب ديالي وعائلتي كيتفاجئوا بلي انني كنعرضهم للعرس. جاتهم غريبه، كيفاش عملتي ليها؟ امتى يعني؟ ما جا داكشي سبحان الله، جا صدفه، ما كناش عاملين عوله على هذا الزواج، هذا جا فقط صدفه. كنت عندي الخطبه نهار الاول، عفوا ماشي نهار الاول، نهار قبل رمضان يعني الاربعاء، حنا صبحنا صايمين الاربعاء، ثلاث كانت عندي الخطيبه ديالي. دازت كلشي الحمد لله بخير وعلى خير، كلشي كان احسن الاحوال، كلشي المهم كلشي داز هو هذاك. ديك الساعه من بعد بدينا كنجمعوا الوراق وعملنا عقد الكرام فقط بين في رمضان بيناتنا. كنظن 22 في رمضان عملنا العقد، ودابا لقيتوني كنعمل تجهيزات ديال العرس. غادي نعمل لكم تجهيزات العروس ان شاء الله، فيديوهات يكونوا جدادين مستقبلا. غادي نعمل لكم حياتي الزوجيه كيفاش كتكون، روتين فيديو فلوكات. المهم غادي نحط لكم من دابا الفوق، غادي تبدل الفيديوهات في القناه ديالي، ما يبقاوش فقط غير راندا ولا الطبخ. غادي نعمل لكم الحياه الزوجيه كيفاش كتكون، يعني التجربه ديالي اللي غنعيشها ان شاء الله يا ربي. كذلك غبرت عليكم بزاف في رمضان، حيت ما كانش عندي الوقت، لان كنت كنوجد واحد الفطن ديالي اللي غادي ندوز به الليله ديال الحنه ان شاء الله يا ربي. عملت غير بالزربه هيدا فقط، لان بحال اللي قلت لكم ما كانش عندي الوقت نهائيا. كان الوقت ضيق، لان انا نهار الاول في رمضان كنت عندي الخطيبه، ودابا حنا ثاني عيد اولا ثالث عيد، بقلي اسبوع نكمل، عفوا اسبوع ونعمل العرس يعني ليها. ما كانش عندي الوقت نهائيا فين نحط فيديوهات. اولا هذيك حتى الفيديوهات اللي كنت كنحطهم في القناه كنت كنحاول انا نختار فيديوهات هيدا اللي دغيا نعمل لكم، باش ما نغبطش عليكم نهائيا. وكذلك لقيتوني دابا حاليا كنعملوا تجهيزات ديال العرس. بحال قلت لكم كنبداو من الحلوى، كنبداو بالتخميل الدار، التقديه. انا قلت لكم القفطان هو مازال ما كملتوش، نهار اللي نكملوا غادي نحاول انني نصور لكم. وكذلك ديك التقديه اللي تقديت الدفوع ومسائل كامله، غادي نحط لكم واحد الفيديو ديال تجهيز العروس، يعني شنو خصها تجيب معاها، شنو خصها تديه مع الدين، يعني الملابس الجديده اللي غادي تتوجد وداكشي. بحال اللي قلت لكم انا عندي زواج ديالي كان مزروب دغيا دغيا دغيا، غادي نعمل غير داكشي خفيف فقط، يعني ما نعملش شي بزاف، يعني ما قديتش داكشي بزاف، فقط الحاجه اللي مهمه فقط، ما بغيتش نتقدى، لان الحمد لله السوق حدانا، ممكن من بعد الزواج نبدا ناخذ داكشي اللي باقي ناقصنا. وكذلك يعني ماشي صافي تزوجنا نعمرو موال بزاف وغادي نبقاو نمشيو الحوايج اللي ناقصنا من صافي نسيبوهم.
بحال اللي قلت لكم مرزو ان شاء الله غادي نزيد الحوايج اللي باقي ما قديتهم شي وباقي ناقصيني، مع جات رمضان جا العيد، يعني بزاف الحوانت اللي كانوا باقي عندهم السلعه قديمه وهذيك، يعني ان شاء الله من بعد غنبقى نحط نشوف مشتريات اخرين جدادين. وكذلك غادي نشكركم بزاف 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 العائله والاصدقاء ديالي اللي كانوا كيتابعوني في الفيسبوك وفي الانستغرام، اللي فرحوا لي بزاف 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 هذا الزواج ديالي. وشكرا بزاف بزاف للناس اللي كتدعمني واللي اول مره كتاهل القناه هذه. دابا دابا كليكي على الاشتراك واعمل لي جيم وخلي لي تعليق مزيان، وكذلك ضغطوا على زر الجرس باش كيوصلكم اي فيديو كنحط لكم. المهم غادي نخليكم دابا مع اللقطات ديال نهار العيد، كيف دوزتها، فين مشيت. المهم قطعت جوله خفيفه في المدينه ديال طنجه، اللي اول مره راجلي غادي يخرجني من بعد الزواج ديالنا. خرجنا وكان رمضان، عفوا ماشي رمضان، كان العيد، نهار العيد خرجنا انا وياه، عملنا واحد الدوره فقط خفيفه في المدينه ديال طنجه. المهم دابا غادي نحاول انني نقدر نحط لكم فيديوهات ان شاء الله مستقبلا ديال العرس ديالي، نقدر نعمل لكم شي لقطات. المهم على حسب الظروف اللي غادي تكون والوقت، لان انتم عارفين ملي كتبدا الحياه الزوجيه يعني كيتبدل كلشي كلشي. انا كنشوف غير من نهار اللي درت العقد من دابا كلشي تبدل في حياتي، رجعت يعني رجعت عندنا واحد الشخص اللي خصنا نهتموا به ندوها فيه، يعني ماشي بحال اللي كتكون صافي كتديها غير في راسك فقط. كنتمنى ان هذا الفيديو ما يكونش طويل 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 بزاف، وكان خفيف وظريف عليكم، وكنتمنى ان المفاجاه ديالي تعجبكم. وشكرا على المتابعه ديالكم، ونخليكم دابا مع اللقطات ديال هاد خرجه ديال نهار العيد. مبروك عليك، خدت القمر شلها في عينيك، خليك سند ليها تلاقيها النور، زي القمر زي القمر، ويجي ايه حتى القمر جنبك يا نور. ومن اعداد الايام النادي، ودي احلى ايام لمتنا الحلوه اللي ما يوصفهاش ولا اي كلام، وادينا اتجمعنا الليله علشانك يا عروس العيله، جايين نبارك لك ونقول لك خدي بالك من اللي هيحصل لك. صح صح يا مدام، صح صح يا مدام. ومن اعداد الايام النادي، ودي احلى ايام لمتنا الحلوه اللي ما يوصفهاش ولا اي كلام، لو قالك نازل على القهوه اخلقي موضوع كده على سهوه، وقولي له خايفه لا تستهوى، خليك في البيت خليك.